سلمى 73 عام اختصر كل المعاني ليرسخ أسطورة بطولية قدرت تربط اسم سوريا بالصمود والمقاومة والبطولة، ولليوم العقيدة لا زالت راسخة بوجدان أبطال هن الأمل باستمرار الحياة نحو تحقيق النصر. أكيد نور، ولحتى نستعيد ذكرى التحرير بالسادس من تشرين ونواكب انتصارات اليوم، معنا بصيرنا يكون معنا اليوم بصباحنا غير العميد الركن عدنان خربيك، ضابط في الجيش العربي السوري. صباح الخير إليك، صباح النصر وكل عام. صباح الخير لكم، صباح الخير لوطننا، صباح الخير لجيشنا الباسل، صباح الخير لشعبنا الصامد اللي كان هو سندنا، صباح الخير لقائدنا اللي هو رمز صمودنا. يسعد صباحك سيادة العميد. 6 تشرين عام 1973 يمكن تاريخ لن ينسى أبدا من ذاكرة السوريين والعرب، خلينا نستحضر مع حضرتك هيدا التاريخ والبطولات اللي حققها الجيش العربي السوري وهزيمة الجيش الذي لا يقهر الجيش الاحتلال الإسرائيلي. نحن هذا اليوم بالنسبة لنا يعني هو فعلا مفصلي في التاريخ، لأنه كان أول مرة العرب بيتخذوا قرار بعد قيام هذا الكيان الغاصب على أرض فلسطين الحبيبي واقتطاعه لبعض الأجزاء من الدول المجاورة اللي هي سوريا ولبنان والأردن ومصر. فكانت أول مرة بيكون قرار نحن فعلا أخذنا انتزعنا زمام المبادرة باستمرار، كانوا هني يبدأوا يشنوا الحروب حروبنا الظالمة علينا، ففعلا نحن انتقلنا للهجوم على هذا الكيان انطلاقا من أنه الهجوم هو خير وسيلة للدفاع، ونحن بإيماننا بأنه هذه الأرض لازم تتحرر بكل ذرة تراب عليها. فكان القرار التاريخي من القيادة السورية الحكيمة بقيادة القائد الراحل المؤسس حافظ الأسد. طبعا هذا الجيش أنا بعرف كعسكرية أول شيء يعني نحن كنا كثير متنازلين بالقرار لأنه تكون الشمس بوجهنا ببداية الساعة 2 الظهر ونحن سنتجه غربا، وبالتالي راح تكون الشمس باتجاهنا غربا وبالاتجاه الجنوبي الغربي، فالشمس راح تكون بوجهنا بالعكس بعكس جبهة سيناء. لكن بهذا اليوم نحن عبرنا خط ألون وكنا فعلا رفعنا العلم السوري صار مرفرف على أعلى قمة في جبل الشيخ، ويعني كانت بداية انتصار المواطن السوري. طبعا انتصار أول شيء انتصارنا نحن من مثل حربنا هلا انتصار المواطن وبالتالي انتصار الجيش، لأنه هذا الجيش الذي انطلق من الشعب وباستمرار حمل قضايا الشعب ليس الشعب السوري فقط وإنما الشعب العربي على امتداده من الماء إلى الماء. نعم، يعني اليوم سيادة العميد ونحن عم نستحضر ذكرى حرب تشرين، كما يقال التاريخ بعيد نفسه، الأسطورة البطولية اللي شهدها تشرين الأمس اليوم هي على الأرض موجودة في كل يوم خلال 7 سنوات مرت على سوريا، كان كل يوم هناك تشرين يسطره أبطال الجيش العربي السوري. هي القيمة الكبيرة اللي بيحملها أبطال الجيش وعقيدة الجيش العربي السوري اللي عم نشهدها اليوم ونحن عم نستحضر هي الذكرى. يعني احنا هون بدنا نبدا من جميع الحروب العربيه من حرب 48 لما قام هذا الكيان الصهيوني، طبعا جيش الانقاذ. خلينا نقول اول شيء نبدا بالثوره الفلسطينيه اللي بدات بعز الدين القسام اللي هو ابن سوريا ابن الساحل السوري الذي قام ذهب وكان هو قائد للثوره الفلسطينيه ضد الاستعمار البريطاني بتلك المنطقه اللي كان طرح فكره وجود الكيان الصهيوني وتهويد فلسطين. وبتجي على حرب العدوان الثلاثي لاول شهيد فيها اللي كان سبب صناعة النصر هو جول جمال الضابط السوري. أيضا بتجي بعدين على حرب 67 وجيشنا طبعا ب 48 كان جيشنا جيش بطور بأول بدايته، يعني كان له 3 سنين فعليا كان له 2 هذا الجيش متأسس، يعني كان ما زال جيش مثل طفلا لم يكن فتيا حتى. بتجي حرب 67 كمان دورنا فيها دورنا الكبير فيها رغم جراحنا رغم قلة جيشنا رغم ضعف تسليحنا رغم الخيانات العربية اللي صارت، وطبعا للأسف الخيانات العربانية خلينا نقول مشان ما نظلم العرب نقول العربان نسميهم بمسمياتهم. بتجيك حرب تشرين التحريرية اللي انت فعلا قاتلتي فيها الأصيل العدو الأصيل، حتى وصار في جسر جوي بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية اللي هي ربيبتها، يعني فكان في جسر جوي لحتى قدروا يوقفوا قدامنا الى حد ما يعني، لكن نحن حررنا كثير من اراضينا بحرب تشرين التحريريه ورفعنا فعلا الرايه وتابعنا بحرب الاستنزاف، تابعنا بحرب الاستنزاف نقاتل لوحدنا نقاتل بشبابنا برغم قله العدد. فنحن ب 73 قاتلنا وانتصرنا، انتصرنا عربيا انتصرنا عالميا قاتلنا عن العرب كلهم. اما بهالحرب هي اذا بدك تقارني هي الحرب هي نحن انتصرنا للانسانيه كلها، لأنه صرنا عم نقاتل الأصيل والوكيل وأكثر هو الوكيل، فأنت قاتلتي عن يعني قاتلتي الإرهابيين في جميع أنحاء العالم، إجونا من كل الدنيا كل أشرار العالم إجوا يقاتلوا على أرضنا
وكل يوم فعلا كل يوم كان في يوم بطولي وكل يوم أو معارك بطولية، كان في كل يوم أساطير عم يكتبوها شبابنا، شبابنا أنا بدي أقول ونساءنا، شبابنا أبطالنا وبطلاتنا كان على أراضي الجمهورية العربية السورية، كنا عم يعني عم ننتصر للدنيا كلها، عم ننتصر للخير بالمطلق، عم ننتصر للحق. نعم كنا كمان عم ننتصر للعرب كلها مثل ما كنا سابقا. سيادة العميد خلينا نحكي عن عقيدة الجيش العربي السوري، شفنا بسالة ب 73 تتكرر اليوم على أرض سوريا خلال أكثر من 7 سنوات على الحرب ممنهجة، اليوم ما زال الجيش العربي السوري بيقاتل وبيناضل الإرهاب، هي العقيدة خلينا نحكي عنها، عقيدة مزروعة بقلب كل جندي عسكري سوري. نعم هي مزروعة أول شيء بقلب كل مواطن سوري، هذا الحكي بالمطلق في اتفاق عليه، على أنه نحن تربينا التربية القومية، التربية العقائدية، التربية الأخلاقية، التربية الجمالية اللي تربيناها بهذا الوطن، وبالتالي نحن صناع التاريخ، نحن محبي الحياة، نحن قال القائد الخالد الله يرحمه يعني قال نحن لسنا دعاة قتل أو تدمير، إنما نحن ندفع القتل والتدمير عن أنفسنا. فنحن هي عقيدة جيشنا، نحن عقيدة جيشنا الدفاع عن الأرض العربية، عن المواطن العربي، عن بكل بس من مثل ما قلت من المحيط إلى الخليج، وبالتالي نحن نعرف كل هذا الحرب، هاي الحرب فقط ليطيلوا بعمر هذا الكيان اللي أوجدوه، هذا المرض اللي أوجدوه بقلب الأم العربية اللي هو اسمه للأسف هو هذا الكيان الصهيوني اللي بسموه إسرائيل، هذا الوليد المشوه، هذا المشوه بالنسبة للتاريخ، فهني كل حرب عم يأخروا يعني خاصة لمحور المقاومة، خلينا نقول اللي هو بيمتد من المقاومة في لبنان وإلى سوريا إلى جميع الدول التي وقفت معنا في هذه الحرب، فنحن خضنا حرب بدل عن كل هذا المحور المقاومة، صحيح كان معنا الدول الصديقة وعنا الأشقاء وعنا قوات رديفة ساعدونا، لكن لأنه نحن قررنا الانتصار بعقيدتنا، نحن مهمتنا الدفاع عن الجمال، الدفاع عن الخير، الدفاع عن الأرض، الدفاع عن فلسطين وقبلتنا الأولى اللي هي فلسطين، فمشان هيك نحن خضنا الحرب عن كل العالم، يعني كل حدا إجا شيء من رد الوفاء وشيء من الدفاع عن ذاته. نعم كمان سيادة العميد حكيتي ببداية حديثك عن صمود الجيش العربي السوري والانتصارات اللي حققها على مر هاي السنين، وكل يوم كان في انتصار وبطولة، هاي الانتصارات اللي حققت هي مو فقط قوة واستبسال، أيضا هي تعود إلى أساس تأسيس هذا الجيش اللي بيحوي كل عناصر وأبناء الجيش العربي السوري من أبناء الشعب العربي السوري، فيه الأم فيه الأخ فيه الأب فيه كل شخص بيمثل حدا، بتحسي انه عائلتك هي اللي موجوده بهذا الجيش. نعم، العربي السوري المؤسسه النموذجيه في الجمهوريه العربيه السوريه، يعني انه انت بتكوني بمكان تدريب او على الارض ينزل دم ابن اقصى شمال سوريا مع ابن اقصى الجنوب مع ابن اقصى الغرب والشرق، فانت ما يعني نحن اسره وحده بهذا الجيش، نحن اسره وحده تربينا فعلا، ما يعني لا يعني والله ما انا رايحه والله انا بنت الساحل مثلا لا ادافع الا عن انا ادافع عن جميع اراضي الجمهوريه العربيه السوريه بالاضافه للاراضي العربيه، بالاضافه للاراضي العربيه انا ما تغيرت بوصلتي، كل عمره بوصلتي وستبقى فلسطين، لانه انا هون عم قاتل حمايه لفلسطين، عم قاتل لانصر فلسطين، حتى هون انت عم بتقاتلي، فنحن بالجيش العربي السوري فعلا ما تعودنا غير نكون اسره كبيره، وانا مثلا بمكان عملي فعلا ارى جميع يعني اطياف الجمهوريه العربيه السوريه هني ابنائي ورفاقي واخوتي في بدوامي معي على ارض المعركه، لما بروح لاشوفهم يعني انا ابن الدير مع ابن حلب مع ابن اللاذقية مع ابن السويدة، وكل حدا بيقول لك هي أرضي هذا وطني، نحن سوريون، كل شيء حاولوا يطلقوا علينا صبغات وصفات نحن فوقها كلها، نحن أسمى منا نحن سوريون. اليوم بظل هاي 7 سنوات حرب كبيرة شنت على سوريا، ليست فقط على الأرض أيضا حرب إعلامية شنت عليها، وكان في دور كبير للتوجيه المعنوي والسياسي بهذا الموضوع، نحكي شوي عنه. يعني أنت لما بتنطلقي من منطلق الثالوث المقدس اللي هو شعب جيش قائد، نحن أكيد الانتصار قرار، كان قرار من أول يوم، نحن لن ما منموت، نحن شعب ما منموت، نحن يعني رمزيتنا طائر الفينيق الذي هو كل ما حرقوه بيقوم ثاني يوم، يعني نحن هذا رمزيتنا ونحن هيك تربينا، بس سقي تماما. انت لما بتجي للانسان تمتلك الكلمه، لما بتمتلك الكلمه وبتعطيها للانسان وانت صادقه، لما اللي بيشوفك معه بتحسي بامل بألمه بفرحه بحسك انه انت عائلته، اللي في عندنا ناس يعني انا في عندي ناس من 7 سنين ما راحوا شافوا اهلهم، هي اول سنه بيطلبوا اجازات وبيروحوا بيغادروا، لانه فعلا حاسين هن حالهم ببيتهم بين اهلهم وناسهم، يعني
وبالتالي يعني ياما في ناس في أراضيهم ما زالت تحت خلينا نقول رجس الاحتلال الإرهابي. بيقولوا سيدي احنا بقيانين هون لأنه أنتم أهل. فأنت لما بتقول الكلمة الصادقة لما بتقوليها وأنت بتشعري فيها بتشعري بهذا الإنسان هو ابنك وهو أخوك وهو رفيقك، فأكيد هي سبب من أسباب النجاح الكبير جدا جدا. فأكيد دور الكلمة قتلوا بالسلاح، قتلوا كثير لكن لن يستطيعوا أن يهزمونا بالكلمة، لأنه نحن التاريخ ومن امتلك التاريخ هو المنتصر. ما في مجال يعني أنت بإيد أنت مالك التاريخ، أنت مالك أول أبجدية، أنت مالك أول سيمفونية موسيقية في العالم، نوطة موسيقية في العالم، أنت مالك لأول محكمة في العالم، لأول معاهدة دولية. أنت عندك من عندك عشتار، أنا كأم بحكي من عندك عشتار، من عندك زنوبيا، من عندك التاريخ، من عندك قدبوس، من عندك أدونيس، من يعني أنت التاريخ. فأنت تمتلك الجمال، جمال الكلمة، وطبعا واللي بيعطيها جمال قيمة مضافة للجمال هو صدقه. انت لما بتقولي للعسكر يا ابني يا اخي فهو مقتنع فيها بالمطلق. انا كثير وقليل لما بنزل معا على ارض القتال، سيدي لا تروحي نحن بنموت بدالك، لك يا ابني انا معكم حبيبي. قولوا لي يعني انت بتكوني اكثر من مقاتلي وانت بيناتهم اكثر، لانه كل واحد فيهم بيصير 100 سقي تماما بهذا الحكي. وقديش نحن فعلا فخورين برجال الجيش العربي السوري ونساء الجيش العربي السوري يمثلوا المرأة السورية بأجمل صورة، اللي هي عم تكون أم شهيد وزوجة شهيد وهي مقاتلة على الأرض إلى جانب رجال الجيش العربي السوري. حكينا قديش فعلا اليوم سوريا عم تتعرض لحرب ممنهجة، وما زال الجيش العربي السوري عم يقاتل بمسالة ضد الإرهاب. اليوم قديش فعليا بتحسي بعدها بطولات عم تتسطر من جديد، بطولات حرب تشرين لكن عم تتسطر كمان بعناصر جديدة، رجال الجيش جيل بعد جيل ما زالوا يمكن ماسكين الراية ومكملين. نعم، هي أول شيء الراية فعلا من مثل ما تفضلتي وحكيتي، نحن منأدي القسم لهي الراية، منقدسها لهي الراية. فلما نحن منعطيها للأصغر مننا والأصغر بيعطيها للأصغر، وانت هون يعني بتعطي معها عهد على انه هاي الراي لن تسقط. لانه عم نشوف شباب ريعان، الشباب نعم شباب وصبايا متطوعين. ما انت طلبتي منهم، هن اجوا متطوعين يدافعوا عن كل سوريا ومن كل سوريا، يعني انه ما والله انا بس بدي دافع عن قريتي او عن مدينتي، لا انا بدي دافع عن كل سوريا لان كل سوريا بلدي. فانت بتشوفي هذا الحكي شفناه على ارض المعركه، بنفس الوقت شفنا الامهات شهداء، زوجات شهداء، اخوات شهداء. ياما كان في صبايا مخطوبات لناس واستشهدوا، وفي ناس أصيبوا وخسروا جزء كبير من أطرافهم، وما زالت الأخت اللي وقفت معاهم واللي كانت معاهم والأم والحبيبة ما زالت هي. وبالعكس أنا كثير وقليل بلتقي بالفعاليات، بلتقي مع أمهات شهداء بتقول أنا قدمت 50 لو عندي، يا ريت أنا زعلانة لأنه ما عندي أكثر. واحدة بتقول أنا بكيت على أول شهيد، بكيت كثير على أول شهيد. ويمكن استضفنا كثير بصباحنا يعني غير جرحى، بيقول لك أنا بتمنى كنت دائما فورا تعافى وتعالج وارجع على أرض المعركة. تمام، انا التقيت بابطال مثلا، واحد بترت رجله بيقول لي سيدي انا بس بدي يتركب لي طرف، انا بدي ارجع قاتل، انا ما بقبل ضل هيك. وفعلا رجعوا لارض المعركه وعم يقاتلوا. طبعا في منا حتى عم يعملوا بطولات بالمشي، ماراثون عم يعملوا، وهن حاملين العلم السوري عم يلاقوا لهم من اقصى شمال سوريا لاقصى جنوب، عم يلاقوا لهم الشعب السوري، لانه هذا هو الشعب السوري اللي شفناه المضللين والمزيفين اكيد الى الزوال يعني. ان طبعا والبسيطين عادوا. نعم يعني، ومثل ما قلتي سيادة العميد حتى ونحن متواجدين بهذا الصرح من فترة مو كتير بعيدة كان مسير جرحانة وصمود وانتصار اللي قام فيه النقيب علي محسن علي، وكان أول محطة وصل فيها لأستراد هذا الأستراد وهو جاي من طريق السفر، مر على بانوراما حرب تشرين والتقته على الإخبارية السورية وحب أنه يفوت على هاي البانوراما بالذات لأنه بتمثل لكل جندي سوري ولكل جريح، وهو ما زال على رأس عمله وهو طيار وما زال على رأس عمله، بتمثل لكل جندي سوري ذكرى عن الحرب البطولية. ربما اليوم يمكن في كتير حروب خضناها والحرب الأخيرة هي يمكن أكبر بالقيمة والدفاع عن الأرض أكثر ويمكن أصعب حتى كانت من حرب تشرين، ومع ذلك صمدنا وانتصرنا. اليوم نحن متواجدين بهذا المكان أيضا، تواجد حضرتك ضمن هي الذكرى اللي هي من خلالها استمديت أيضا عقيدتكم بالجيش العربي السوري. الحروب والانتصارات قد ايه بيمثل لك هذا الشيء؟ يعني انت اول شيء هون هي البانوراما يعني عم تجسد لك فعلا رمزيه انتصار مثل ما انك شايفه يعني عم تشوف الطيران، عم تشوف الدبابات، عم تشوف الناقلات الجن، عم تشوفيها يعني
شيء من اللي انت اخذتيه استحوذت عليها او جبتيه من العدو، وشيء من سلاحك انت اللي انت بتحبيه، بتحسي فيه قصه عشق بينك وبينه، لانه هو اللي حماكي وحماكي من المعتدين. هي شغله انت بالنسبه لي كمواطنه سوريه، هون رمز العزه، هون بانوراما حرب تشرين تاكيد على انه نحن منتصرين. نحن منتصرين ولا بنتنازل عن هذا القرار. بنفس الوقت انت شوفي هي البانوراما قديش تعرضت لضربات لهدول الارهابيين، لانه بتوثق تاريخ، بتوثق تاريخ انتصارنا، وبتؤكد انه من ينتصر سينتصر دوما، لانه الحق معه، لانه نحن الحق، فنحن هي تاكيد على الانتصار. فهي كانت عدوي لهم وكانت هدف لهم، مثل اي صرع حضاري، بل اكثر، لانها هي صرع حضاري وتوثيق تاريخي لانتصارات حرب تشرين وحرب الاستنزاف المشرفه اللي خضناها وانتصرنا فيها على هذا الكيان. فانت انا هون بالنسبه لي هي رمز للشموخ، رمز للعزه، وبنفس الوقت رمز للوفاء للقائد الخالد اللي ربينا نحن بمدرسته وتابعنا بمدرسه السيد الرئيس. الله يحمي لنا، يعني تابعنا نحن انه فعلا نحن شعب منتصر، نحن شعب يريد الانتصار، نحن شعب يعشق الانتصار، نحن شعب يعشق بلده، نحن شعب ظلمنا لكن نحن الحق. يمكن بانوراما حرب تشرين التحريرية لما ندخل عليها ونشوف مثل ما قلتي سيادة العميد العتاد اللي تم في محاربة العدو الصهيوني، وكثير من التفاصيل بتختصر حكاية انتصار عشناها وما زال عم نعيشها لليوم بفضل رجال عهد الله فصدق رجال الجيش العربي السوري. لجميع رجالنا، رجال الجيش العربي السوري ونساء الجيش العربي السوري، شو بتحبي توجهي لهم كلمة بمناسبة هيدا اليوم؟ بدنا نقول لهم كل عام وهن بألف خير، كلمة من القلب حابة تقولي لهم. أول شيء بقول لهم كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وأنتم حمات الديار، حمات الشمس، الله يحميكم. وأنا يعني كثير بكون فخورة لما بكون أنا بيناتكم، وأنا كثير كثير أنا إلي الشرف بإني أنا جندية ومقاتلة بينكم. أنا هذا شرف يعني لا أبادله بأي رمز في الدنيا، لا أبادله بأي رمزية في الدنيا، إني أنا لبست بدلة الشرف وكنت معهم، كنت معهم إن كان بدوامي وإن كان معهم على أرض المعركة، أنا كنت معهم وأنا فخورة بهالشيء. بنفس الوقت بتوجه لشهدائنا اللي هن فعلا كان قرارهم الشهادة أو النصر ونالوا الشهادة وارتقوا إلى السماء، بقول لهم نحن يعني بتوجه إجلالا وأكبارا لأرواحهم بالتحية، وبنفس الوقت لأخوتي الجرحى اللي هن شهداء الأحياء، بقول لهم أنه إن شاء الله النصر اقترب وثمار دماءكم أينعت خضراء، ولأهاليهم قل لهم الصبر وشكرا لكم، نحن منكم تعلمنا، نحن منكم تعلمنا، وأنا فخورة بإني أنا أم بيناتكم، وأنا هذا وسام كمان، وسام يضاف لإلي شوف حالي فيه للسماء. شكرا لك سيادة العميد، وكل عام وانت بخير، وكل ضباطنا بالجيش العربي السوري بألف خير. شكرا لك، كل عام وانتم بألف ألف خير، والوطن بألف خير، والشعب والقائد بانتصارات أكثر وأكثر. أكيد بدنا نتشكرك سيادة العميد عدنا خير بك على وجودك معنا، ونحن دائما فخورين بالنساء السوريات اللي مثل حضرتك اللي شاركوا بالمعارك، معارك الانتصار مع رجال الجيش العربي السوري. شكرا كثير لك. شكرا لكم، كل عام وانتم بخير. وانت بخير سيادة العميد.